بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم المهندس رامي الشريم، مهندس معماري مدرس لبرنامج 3 DS Max، بالإضافة لبرامج إظهار معمارية أخرى. اليوم إن شاء الله بالدرس الأول بهاي الدورة رح أبلش معكم بعملية المودرينج للمشهد من ناحية الجدران، الشبابيك، الأسقف، الأرضيات، الكنباي والرسمة واللمبة وكل كل التفاصيل كاملة. رح أدخل بهذا الدرس إن شاء الله بعملية المودرينج الأساسية للغرفة أبسط عناصرها، بعدها رح أدخل بعمل الإضاءة، الإضاءة الباردة من جهة مع الإضاءة الحامية من جهة مشان تعطي الثيم الشتوي. نفس الوقت رح أقوم بوضع الكاميرا، رح أحط إعدادات الرندر الرئيسية، بالتالي هيك بصير عن المشهد الرئيسي موجود. إن شاء الله رح أبلش أول إشي فتح ملف ماكس 2014، الفيري اللي رح أقوم باستخدامه فيري أدفانس 3 والآر تي 3. أول إشي رح نبلش بعمل غرفة. هاي الغرفة رح يكون لها أبعاد، خلينا نبلش بأبعاد مثلا 5 متر بخمسة متر بثلاثة متر، غرفة ستاندرد صغيرة بنوسطها على أساس إنه أي بلوك بدي أجيبه أقدر يجي لما أعمل له ميرج يجي عندي جوا الغرفة. طيب خلينا نعطي اللون هنا مكان الأحمر، نعطيها اللون الأخضر مثلا، نحول هاي الغرفة لإذا تبلبلي. بعدها على اختصار رقم 4 بمسك الفيس أو البوليجون وبحذف الأرضية، بحذف السقف، بعطيها شل، شل خارجي لبرا، سماكة تقريبا 30 سنتي. هلا بدنا نعمل السقف والأرضية، بس شوي صغيرة هون عندي ظلال بدايقني فبتلزمنيش، فمكان رياليستيك بدي أعطيها شيدد. نيجي على التوب فيو، نرسم بوكس، هذا البوكس هيك بده يكون عندي الأرضية، نطلع فيها 15 سنتي، بلزمنيش أكتر من هيك. روح على التوب فيو أو فرونت، أنزلها لتحت عشان تصير عندي راكبة مع الغرفة مع الجدار. ممتاز، أكبس على حرف الشيفت وأعمل دراج عشان أخذ منها نسخة تانية كوبي تكون مش انستانس، لأني بدي أغير الماتيريال وأحطها بركبها تكون عندي جاي 100% على الشغل. صار في عندي هيك غرفة، هون رح تيجي عندي الكنباي، هون رح تيجي عندي الشبابيك زي ما احنا بنلاحظ بالصورة، شبابيك كنباي. بغض النظر عن الاشي الموجود هون ولا هون انا ما بعنيني هذا الاشي، انا الكاميرا تبعتي بتكون عندي هون. هيك المشهد لي، التفاصيل الموجودة هون كلها ما بتعنيني، ما بهتم فيها. فباجي هون على الجدار بدي احوله لإذا تبلبلي، بدي افتح فيه شبابيك. هلا الجدار هذا ممكن يستوعب 1 2 3 أو 4 شبابيك واتوقع بكفيها. فامسك الخطوط الهوريزونتال اعطيهم كونكت، اعطيه نجرب 4 شبابيك، لا صغار، خلينا نعطي لست 6 شبابيك، 1 2 3 اتوقع بكفيها 6 شبابيك. هلا بما انه هذا الضلع طويل وهذا الضلع قصير رح تكون عندي الخطوط الكونكت كلها مائلة، فبالتالي إذا بدي أظبطها بدل ما أظبطها خط خط وهذا الشيء رح ياخذ مني وقت كتير، لا باجي برجع على المود للسيجمنت بعطيها سكيل، بعمل سكيل على محور الماينس اكس، بتم نسحبها لحد ما القيمة هاي صارت عندي صفر. هيك صارت عندي الخطوط فيرتيكال 100%. بعدها بدي أصلح شوي صغيرة على السيجمنتس على محور الاكس. خلينا ناخذ السيجمنتس هاي بالاول، لأن هاي السيجمنتس اللي هون ما بتلزمني، انا ما بتعنيني شو موجود هون، بيعنيني شو عندي موجود هون. كبر الشباك شوي فتحته، هاي الشباك هذا نخليه، كبر فتحة الشباك هون، صغر هاي شوي صغيرة. ناخذ هذا الشباك نكبره. هلا احنا بنينا شباك واحد، بس ليش فتحت الثلاث؟ مش اعطي الاضاءة الزرقاء او الباردة تيجي حتى على هاي المنطقة عند الكاميرا، بالتالي هذا اشي بيساعدني كتير كتير بالشغل. طيب نمسك هاي النقاط، هاي عندي الشبابيك، بروح له زوم اللي هو ثيم الايدجز بعطيها كونكت، بس هاي المرة بلزمنيش 6 خطوط، بلزمني 1 2، بحزهم عن بعضهم بعض
تقريبا هاي المسافة بتكفيني، هاي المسافة. ليش أنا عملتهم؟ مش أحدد هاي المسافة اللي هي مسافة فتحة الشباك، هون وهون وهون. صارت عندي حدود الشباك هي مرسومة، 1 2 3 4، بعطيه أوكي. طيب أنا بدي أحدد الشباك وأحذفه، 1 2 3، بمسك الشباك. هلا بدي أختار الشباك برضو من جوا، ما بقدرش أشوفهم السقف موجود. وبدل ما أعمل له هايد، في عندي حل تاني، نعطيه كونفيرت وإديتبل بولي. نعطي الاختصار Alt و X، Alt زائد X. شو عمل هذا الاختصار؟ خلالي إنه السقف يصير عندي شفاف، يعني Transparency. بنفس الوقت أنا ما لبست أي ماتيريال. إذا بدي أجيب هاي الخاصية بدون اختصار، Object Properties See Through، تكون عندي هيك Off، ترجع عادي. إذا أضفت هون كمان مرة See Through On، أوكي، صار بإمكاني أستخدمها. يعني باجي هون على الشباك، الثلاث مناطق اللي اخترتهم، باجي بختار انتي وانتي كمان، بالتالي صرت شايف الشباك اللي انا بحدده حتى والسقف موجود. طيب هلا اذا كبست بريدج بفتح الشباك، بس انا وين صار عندي القزاز؟ مش موجود. فخلينا نرجع كنترول زد وناخذ 1 2 3، نكبس حرف الشيفت او كبسة الشيفت ونسحب. احكي لي بدي اياك تكون كلون تو اوبجكت ولا كلون تو اليمنت. كلون يعني استنساخ، كلون تو اليمنت يعني هذا بصير عندي عنصر مع هذا العنصر. لا انا بدي اياه كلون تو اوبجكت، يعني هذا يصير عندي عنصر وهذا عنصر. شو اسمك يا عنصر؟ اسمك ويندو، ويندو جلاس. ليش انا بسمي الاشكال؟ لما اجي بدي اكبس حرف الاتش او بك، يعني مالتيبل اختيار اكثر من قطعه، اجيت هون على الديسبلاي جيومتري بقدر اشوف ويندوز جلاس، هي اسمها صار موجود. فبالتالي صار عندي عمليه البك او السلكشن صارت اسهل واسرع. وإذا بدي أعمل إكسكلود أو إنكلود للإضاءة، صار هيك عندي أسهل بكتير. باجي لهذا الزجاج بدي أحركه، بدي أضطرني أمسكه من هون، هذا إشي سيء جدا وبغلب كتير. باجي بحكي له بنروح على الأمر هراشي، بدي أحرك البيفوت. طب شو هو البيفوت؟ هذا هو إكس واي زد، هاي القطعة اسمها بيفوت. يعني هاي الغرفة البيفوت لإلها هون، والأرضية بيفوت لإلها هون بالنص، بالسقف البيفوت له بالنص. طب الشبابيك ليش البيفوت لهم هون؟ المفروض يكون هون. بحكي له افكت بيفوت اونلي، هلا انا بدي احرك البيفوت سنتر تو اوبجكت، تعال هون. طيب مسكت الشبابيك وبحركهم يمين شمال بالمكان اللي بدي اياه. خليني اغير لونهم، نعمل هاللون الازرق. واروح هون الشبابيك عندي موجودين، اذا تبل بولي اعطيهم شل خفيف. بس قبل بدي احصل اطار الالومنيوم، في عندي هون اطار الومنيوم حوالين الشباك. كيف بدي اجيب هذا الاطار؟ باجي بمسك رقم 2 الادجز، كنترول اي بختار كل الادجز الموجودين، بروح على امر اسمه كرييت شيب فروم سيلكشن. شو يعني؟ يعني هذا عندي فورم، او بكون في عندي جيومتري، انه ايش يعني مش جيومتري، بكون في عندي فورم او خطوط، يعني خطوط عاديه. خلينا نسيف الملف الاول ماي ريكوردينج ليسون، اسم ليسون 1 مودرينج السين again. اوكي مسكت هون كنترول اي، اخترت كل القطع كل السيجمنتس، بحكي لهم انتم بدي اياكم تحول لشيب. شيب يعني خط او سبلاين. طيب حولتهم، بحكي لي هذا الشيب اللي بدك اياه يكون لينير ولا سموث؟ لا بحكي له خلي لي اياه لينير. اوكي شو صار عندي؟ ولا اشي. بمسك الشبابيك برجعهم لورا، طلع عندي في خط. اذا مسكت هذا الخط، سأرجع هون الجيومتري الأول. إذا مسكت هذا الخط بروح الأعداد من أعدادات اسمه ريندرينج، بحكي له enable in render enable in viewport، يعني بمعنى تاني حول لي هذا الخط السبلاين لشكل ثلاثي الأبعاد. طب شو المقطع اللي له؟ راديال ولا ريكتانجولر؟ لا ريكتانجولر، بدي يكون في عندي مستطيل. طب كم بدي أبعاده؟ بحكي له خذ 5 سنتي 5 سنتي، يعني هاي اللينث وهاي الويث. الانجل بتلزمنيش ولا الاسبكت. بالتالي صار في عندي اطار المنيوم 5 سنتي ب 5 سنتي. خلينا نعمله 7 سنتي ونص، ونعمله 7 سنتي ونص، ونرجع نحط الشباك يصير عندي بالنص. طب الشباك له سماكة، منين بدي احصلها؟ بقدر اجي اعطيه امر شل، خلي السماكة لإلك هكذا بتكفيني. هلا الشباك بدنا نفتحه، بدنا نفتح الشباك. باش بمسك 1 2 3، مع 1 2 3 خدوا لي بريدج مع بعض،
هاي صار عندي الشباك مفتوح، باجي بمسك الزجاج مع إطار الألمنيوم، زجاج مع إطار الألمنيوم، برجعهم بخليهم يجوا عندي بالنص، خليهم يجوا عندي بهاي المنطقة بنص الواجهة. هلا إطار الألمنيوم بلاحظ إنه في عندي لازم بده شوية تصغير، بعدل عليه مش إشكالية. ها إنتي وإنتي وإنتي بدكم تدخلوا لكم شوي صغير لهون، خلي إطار الألمنيوم يجي عندي على الحفة، وإنتي هاي الطرف وهاي وهاي برضو ادخلوا عندي لهون. هيك صار عندي إطار الألمنيوم موجود. بنفس الوقت بنروح على التوب فيو أو الواجهة التوب إليفيشن، نزلناه خلي الإطار يجي كامل، وهون نفس الإشي إطار خليه يجي من تحت كامل. هيك صار في عندي المشهد موجود. نسيف، نطلع شوي صغير بمشهد الكاميرا، نكبس شيفت اف مشان ناخد سيف فريم. اتوقع هيك عندي بتحاكي اللقطة اللي عم برندرها. خلينا ننزل شوي صغير هيك، نرفع الكاميرا، الاطار هذا ببينش، اطار الشباك حاول نخليه ما يبين، نعمل زوم خفيف نفس الوقت ناخد الاطار زي هيك. هون بدها تيجي عند الكنباك، هون بدي يجي عند الشباك مع كل تفاصيله. بقدر امسك الشباك وين هذا السباين واحاوله لاذا تبولي عشان اقدر امسكه امتى ما بدي. طيب هلا نكبس كنترول اس، بدنا نبلش شغل. ها عملية المودرنج الرئيسية للشغل خلصت. طيب هلا شو بدنا نعمل بعديها؟ بدنا نلبس ماتيريال او بدون ماتيريال، بنحط اضاءة وكاميرا. كيف بدنا نختبر الاضاءة والكاميرا؟ في عنا هاي الكاميرا موجودة. إذا جينا هون على الكاميرا وأعطينا الريندر تطلع عندي المشهد هيك. طب نيجي نفهم إعدادات الريندر للفيري. رح أعطي لمحة بسيطة، الأحلى بأننا نحكي على درس مستوى إكسبرت، فبالتالي رح أعطي شغلات أكيد في شغلات ماخذينها بالأدفانس، فمش رح أشرح كل التفاصيل. نصفي نعطي هون حجم الصورة 800 × 600، وهي عندي المربع أو اللوك يكون مقفل عشان الريشيو يعني البروبوشنز للصورة، النسب 800 × 600 1.333. من الفيري اجي اعطي الفريم بفر يكون عندي ان اسف انيبل، انيبل يعني لما اجي بدي ارندر الصورة تطلع عندي الفريم بفر تبع الفيري. اذا كانت عندي اوف ورندرت بيطلع عندي فريم بفر تاني ما فيه التفاصيل اللي انا بدي اياها. اول اشي من ناحية قراءة لونية تختلف، ناحية قراءة لونية بقدر ألاحظ بالفروقات بالكلر بالألوان بالتفتيح والتغميق، وبرضه في عندي هنا خواص زي الفوتوشوب بقدر أستغلها، هون مش موجودين. بقدر إني أخلي الرندر وأعمله برندر رندر حوالين الماوس، وأنا ما بقدر أعمل هاي الخاصية. في كتير خواص بقدر أستخدمها مثل الرندر إيلمنتس عناصر الرندر. فبالتالي لهيك من أجل قراءة أفضل بحاول أروح على إنيبل بيلت إن فريم بفر. Get resolution from max. أوه أنا موافق مش مشكلة. Global switches. Global switches روح نعملها expert. روح على global switches اللي هي override material. أنا بدي ألبس override material يعني material على كل الشكل تلبس. شو هي الماتيريال؟ بدي إياها simple material. شو يعني simple material؟ فيري. ها هي فيري material. راح يكون لونها by default سكني. يعني إذا عملت drag من هاي لهون رح الاقي الماتيريال انستانس، طبعا اي اشي بغيره هون بتغير هون. خلي لي شكل الرندر يكون عندي الماتيريال له بيضة. هلا اذا اجيت رندرت كل المشهد رح يطلع عندي ابيض ممتاز او سكني، طبعا حسب اللون انا مستخدم الماتيريال هون لونها سكني. اذا جيت هون بقدر اعملها ابيض على الاخر، بيطلع عندي المشهد رغم هيك غامق كتير. طيب خلينا نضبط بقية اعدادات الرندر. image sampler anti-aliasing خليه أدابتيف، خلي لهي القيمة 2. فلتر ما بلزمنيش الفلتر هلا، أنا لساتني بشتغل تيست اطفي. أدابتيف سامبلر 1:4 مناسب. جلوبال دي ام سي 0.85.01 هو أنا برضو مناسب. هاي تلعب لي بالنويز. هلا أنا ما في عندي أي نويز ولا أي شيء، أنا بس بدي أختبر الإضاءة وقوة الكاميرا وإعدادات الرندر مش أكتر. كلر مابينج خلينا نعطي عندي رينهارت، نعطي هنا إكسبرت شو شوف يعني مواصفات. سب بيكسل مابينج بتخلص لي شوي صغير من النويز عشان سب بيكسل، فبالتالي بكون في عندي البكسلات اكثر تشتغل على النويز. كل ما اشتغلت اكثر على النويز لانه سب بيكسل بتصير تشتغل عليها بتصير تعمل لي سموثنس اعلى بالصوره. بدمجها مع كلامب اوتبوت.
طيب اجي على الجي اي احكي له يا جي اي تفعل، بدي اياه يكون في عندي مدموج ما بين الراديانس ماب واللايت كاش. الراديانس ماب بنزل مواصفاته مكان الهاي، بلزمنيش اكتر من اللوح. مواصفات خليه 50x30 ما في اشكالية، كلياته رح اجي بتفصيلهم بعدين. لايت كاش رح اطلع بالقيمة من 1000، خلينا ننزلها ل450 او 500. انت بدل بيسك خلينا نيجي نشوف الاكسبرت او الاكسبرت مود، شو في عنا مواصفات زيادة. اها البري فلتر انا ما بلزمني هلا، بس يوز فور جليسيريز هاي بتسرع لي الريندر خاصة بالمواد العاكسة. هلا انا ما في عندي مواد عاكسة بس بقدر احطه احتياطا. السيتنجز حجم مربعات الريندر، احنا زي ما بنشوف هنا حجم مربعات الريندر بتكون عندي كبيرة، فرح يطلع عندي اسود لاني فعلت الجي اي. حجم مربعات الريندر بتكون عندي كبيرة، انا بدي اصغر حجم المربعات، بالتالي هذا الاشي بخليني احس انه الريندر اسرع وبقدر اشوف المناطق اللي بدي اياها بشكل ابسط واسرع. خلينا نشتغل على 16، هي القيمة المفضلة عندي. ليش نحكي الرامات اللي عندي 16 جيجا، خلينا نستخدم منهم 14000. يوز امبري تعمل لي بوست للريندر بالسرعة بالكواليتي السموثنس اللي هي بتكون عندي موجودة. هذا شات قلت له ريندر، المفروض يطلع عندي ريندر بس للأسف رح تطلع عندي الشاشة سوداء. ليه؟ لأنه ما في عندي أي مصدر إضاءة موجود ولا أي مصدر إضاءة موجود، فإذا جينا أعطينا أمر ريندر رح تكون عندي نتيجة الشاشة سوداء ما فيها أي مصدر إضاءة. كيف ممكن حل هاي المشكلة؟ مصدر إضاءة خفيف نحط، نحكي لها هاي فيري لايت، روح على الفيري نعطيها فيري لايت، خليها تكون عندي سفير، سفير خفيفة بنص الغرفة. هاي الغرفة هاي السفير نرفعها براسية الغرفة من فوق. نيجي هاي السفير نعطيها مثلا نجرب قيمة 5. الكلر لا أنا بحب أشتغل على تمبريشر، نعطيها لون أبيض صافي. لون أبيض صافي نحكي 4500، فيها شوية ضربات على برتقاني، خلينا نعطيها 5000. انفيزيبل بديش اياها تبين بالرندر. طيب ماشي نيجي نعطي الرندر.